خزانة المؤلفات البحثية والدراسات الصارخية الموجزة حول تاريخ الحركة الوطنية في المغرب عامة والمنطقة الشمالية خاصة، متمنية أن يكون هذا العمل قدوة لكتاب آخرين لاقتفاء الطريق. السيدات والسادة، بعدما طلبت منا الجهة المنظمة في القسم الثقافي والاجتماعي والرياضي جماعة العرائش دعم نشاطها اليوم، لم نتردد ولو لحظة واحدة، كما هو مشهود لنا في دعم كل فعل ثقافي وفن هادف ومسؤول. السيدات والسادة، إن تكريم المحتفى به اليوم هو تكريم رجل عرف بجديته وتمكنه من مادته المعرفية وبساطته وقربه من الجميع، إنه تكريم للعلم والمعرفة، إنه حصاد الوفاء والاحترام من الجميع في أبهى صوره هذا الزوال. وفي الأخير أشكر السادة المتدخلين، أشكر المكتبة الوسائطية، أشكر جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية عصام الكنفاوي على احتضان هذا النشاط الثقافي، وشكرا لكم.